السلام عليكم. كان هذا الفيديو من المفترض يكون على جي تي اس سان اندرياس، بس انا معاذر، اقلع بعد جي تي اس سان اندرياس. عادل يتمنتج حاليا يعني وقت نشر الفيديو، عادل يتمنتج لانه يحتاج مونتاج اكثر من الاخبار، لذلك منتجت هذا اسرع من ذاك، وداري ان هذا اصلا ينتشر قبل ذاك، لذلك بعد ما ينتشر هذا الفيديو بعد ذاك، المهم بينتشر حق جي تي اس سان اندرياس. نو جاد. المهم فيديو اليوم عن لعبة بولي فيلد والأخبار الجديدة الذي نزلت صراحة، يعني أخبار حلوة شفتها، أخبار حلوة وبتغير لعبة بولي فيلد 360 درجة، يعني بنسبة كبيرة تغير لعبة بولي فيلد. يعني اللي كان يكره لعبة بولي فيلد بيحب لعبة بولي فيلد، واللي كان يحب بولي فيلد بيزيد حبه في بولي فيلد. وصراحة ما أعرف ليش المطور مركز على لعبة بولي فيلد أكثر من لوس أنجلوس، ما اعرف كيف، يعني يمكن براسه بطاطا ذاك، ما يعرف ان الناس في ناس كثير يحبوا لوس انجلوس. وعلى ما قلت لكم بالمره الاولى كتب موتشيو من لعبه اكثر الناس اختاروا على لوس انجلوس، بس ما اعرف في ايش في راس مطور اللعبه. المهم يا محمد علي زيد، اذا انت تشوف هذا الفيديو، اذا انت يعني حاليا جالس تشوف هذا الفيديو، جيب لنا كذا تصريح، هل عادك مستمر بلعبة لوس أنجلوس أو إنك بطلت ورجعت بولي فيلد؟ يعني ضروري تجيب لنا ذا التصريح، يعني صريح، تصريح صريح، شوف كيف الشعر. تجيب لنا هل أنت عادك متواصل أو مواصل في لعبة أو مستمر بلعبة لوس أنجلوس أو لا، أو إنك خلاص قطعت لعبة لوس أنجلوس ورجعت لبولي فيلد. جيب لنا التصريح الأسطوري. المهم بلا ما نطول المقدمة، خلينا نبدأ بالأخبار. اول خبر لعبة بولي فيلد وهو ذا، ايوه ذا، كل اللي عرفت منه اني مكتوبه هنا هاك، يعني انه في هاكر، ولما تشغل الفيديو ما تعرف شيء منها. شوف هذا الفيديو. حبيت اللعبة أكثر صح؟ إذا أنت تكره اللعبة حبيت اللعبة صح؟ لا لا لا، حتى أنا ما فهمت حاجة من الفيديو، وخاصة 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 ذي اللقطة اللي بدأت بالأخير. طبعا هذه اللقطة معني ما عملتش أنا، كان من الفيديو نفسه، ما أعرف إيش براس محمد علي زيد شكله بدي جنان ليش ضاف هذه اللقطة، ما أعرف. حتى وإذا قلنا مثلا أضاف هاكر داخل اللعبة، إنك تعرف تهكر اللعبة وتعمل وتعمل وتعمل، تمام، كيف نعمله؟ كيف؟ ليش بديت كذا؟ يعني ما عرفنا حتى كيف نعمله، يمكن بالشات، ما اعرف، يعني مثل لوس انجلوس تعمل كذا بالشات، يمكن ويمكن لا، ما اعرف، ما في الا لما تنزل اللعبه ان شاء الله راح نجرب كل الاضافات اللي اضافها. وهي ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني هو اللي بيخليك تحب اللعبه صح، وهو اللي بيخليك اذا كرهت اللعبه بتحبه، واذا انت تحبه بتحبه اكثر. والخبر هو هذا البوس اللي ما عرفت ايش منه، يعني كذا اعمل بوس، ما اعرف ايش مكتوب داخل البوس اصلا. امزح. خلينا ننتقل للبوس الثاني، وهو انه اضاف بناء داخل اللعبه، تعرف تبنى عالمك الخاص، شيء خرافي، تعرف تحط الاماكن الذي بيبداوا باللعاب، يعني اقصد البوتات او امشي اللي يلعبوا داخل الماب، وتعرف تضيف عدة اماكن، تعرف تضيف بيوت اشجار، تعرف تضيف اماكن، تعرف تطلع الارض بالعشب مثلا، او انك تطلع الارض مثلا بالتراب او الطين او اي شيء تعرف تطلع الارض به، وتضيف اشياء، يعني حاجة خرافية، خليها مثل لعبة لوس انجلوس، بس ان هذا تعرف يعني بلعبة بولي فيلد، تعرف حتى تضيف المرتفعات والمنخفضات، تعرف تضيف جبال، تعرف تخلى مثلا نهر بوسط الطريق. بالفيديو الاول انا قلت لكم انه اضافها محمد علي زيد، ولكنه الاصل انك تضيفها انت، تعرف تعمل حتى نفس الفيديو الاول الذي عملته عن الاخبار، تعرف تعمل نفس هذا الفيديو، ولكن تعرف تعمله انت، تبنى عالمك الخاص، تلعب انت واصدقائك داخل هذا الماب،
واشياء خرافية جدا كثير. وهذا الخبر هو الذي بيخليك تحب لعبة لوس اقصد بولي فيلد. اما البوست الذي نشره بعده، نشر هذا البوست يعني يعرفك او يعلمك ان المكان الذي تعرف تبناه بو الماب، يعني مثلا هذا اللي تبدأ بو تلعب بو انت مفرد يعني لحالك، وهذا المكان الذي يعني بيكون اونلاين انت وناس عالميين، وهذا المكان برضو اونلاين ولكن انت وناس بجانبك يعني يكون ملتي بلاير. اما المكان الرابع فهو المكان الذي راح تبناه الماب الخاص بك، تعرف تبني ماب من هنا. وعلى ما اعتقد انه عندما تدخل من ذا المكان راح تختار الماب الذي تريده انت، يعني اي ماب بنيته انت راح يبدا على ما اعتقد بذا المكان او راح يظهر بذا المكان. اما عن الفيديو الذي نشره كيف تبنى هذا الماب، تابع هذا الفيديو. صراحة حاجة خرافية. أما الخبر اللي بعده برضو خبر حلو جدا، وهو أنك تعرف تتحكم بقوة الNPCs الذي تقاتلهم، مثلا أنهم يكونوا خرافيين قوة يعني بالتوب، أو أنهم يكونوا بسطاء تكون تطلقهم ما يعرفوا يطلقوك ولا حتى يعرفوا يشوفوك، ولا يعني يكونوا تنيحات أو أنهم يكونوا توب وأبطال يعني كذا خرافيين. شوفوا هذا الفيديو. شفتوا كمية الحماس بالهارد، يعني كذا تحس الطلق من كل جهة دف دف دف، يعني ما يمتعك حتى تتنفس، تتنفس ما يعرف يتنفس، ما يعرف يقتلهم إلا المحترف التوب اللي ما تفوتوا أي لعبة حرب لو قال لعبة بالعالم، كول أوف ديوتي ببجي، ما في أي لعبة لو قال لعبة بالعالم يعني لعبة حرب. أما ونعمل بعد كذا 70 نقطة اللي ما قد عمره لعب لعبة حرب كذا، يعني حياته كله مثلا نقول سباقات مدري كيف، يعني ما في اي لعبة تخلينا الحرب، حتى لو سباقات تصدم الناس اللي في الشارع يعني كذا، ما في عن لعبة كذا خالية من الحرب والحماس. أوكي. اذا انت من النوع هذا العب الايزي وكون من هذا الناس الزبيلين اللي واحد يمل منهم يلعب الايزي. واتهل من يلعب الايزي، شوف كيف كمية الملل الموجودة بالايزي. اشوفك تلعب ايزي. المهم هكذا كانت الاخبار عن لعبة بولي فيلد، كل الاخبار غطيناها معاكم اليوم، وقد ربما عاد في اخبار مستقبلا، ما اعرف انه خلاص قادوا يعني قادوا كل الاخبار وينزل اللعبة ويرجع يعمل على لعبة لوس انجلوس، او انه
هذا اخر الاخبار او تهلق هذا او عاد في اخبار مستقبلا راح ينزلها ويرجع بعده ينزل اللعبة ويرجع يمكن 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 الف يمكن يرجع يطور لعبة لوس انجلوس. المهم اخذ وصلنا الفيديو. Peace out.